عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ كل اللي احنا محتاجينه بعد ما عملنا الريجستر واللوجن وكله بقى تمام الحمد لله وشغال، خطر بعد كده اللوج اوت. اللوج اوت اللي هي الخروج. انا المفترض لما يبقى لوجد اليوزر عامل لوجن خلاص وكله تمام، مفترض ساين اب ولوجن دول ما يظهروش. مفترض ساين اب ولوجن دول مالهم؟ ما يظهروش. المفترض اللي يظهر عندي هوم ولوج اوت، عشان لو عايز ايه؟ لو عايز يخرج يعني. تمام؟ معايا ولا مش معايا؟ فالمفترض ساين اب ولوجن يختفوا ويظهر مكانهم لوج اوت، ولما يدوس لوج اوت يرجع تاني ساين اب ولوجن وتختفي اللوج اوت. واللي بيحصل في النص ان انا وانا هنا في ال كده يعني هنا، وانا بعرف ان هو عامل لوجن مؤقتا من الابلكيشن من الايه؟ من الاستورج، ان انا بيبقى عندي هنا الايه؟ عندي التوكن. فممكن من خلال التوكن ابقى عارف طالما في توكن يبقى المفترض ان ساين اب ولوجن ما يبقوش موجودين، يبقى اللي موجود عندي لوج اوت. اما لو كان مفيش توكن يعني معناه ان هو لازم يعمل ساين اب او لوجن، وبالطريقه دي بفرق هو المفروض يعمل ايه. تمام؟ ابدا من هنا افكر في الموضوع بحيث اقدر اغطي الفكره ذات نفسها. الفكره دي عشان تبدا تشتغل ليها كذا حته. اولا الشريط ده بتاع الروتس ديت او العناوين دي موجود فين عندنا في الفرونت اند بتاعنا؟ هو موجود لو رجعت هلاقيه موجود فين؟ هو موجود عندي في الاب كومبوننت الرئيسي اللي بره. الاب كومبوننت الرئيسي اللي بره اهو كنا عاملين فيه هوم، وادي الساين اب، وادي اللوجن، وبناء عليهم انا كنت بعرض الحاجات دي. طيب الاب كومبوننت اتش تي ام ال ده ما كانش فيه غير الهيدر بس، وبعد كده كنا بنقول له ايه؟ روتر اوتلت، وكان بيعرض اللي هو عايزه. حلو. انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ عاوز اروح على اب كومبوننت تي اس فايل واجي هنا جوه الكونستراكتور، اعمل كونستراكتور. كونستراكتور فانكشن بترن اوتوماتيك مع البيج، اول فانكشن بترن. فانا كل اللي عايز اقوله ايه؟ عايزك تتحقق ان اليوزر عامل لوجن ولا مش عامل لوجن. فانا مثلا هعمل ايه؟ هقول له هعمل فاريبل اسميه مثلا يوزر اوثنتيكيتد. اليوزر اوثنتيكيتد يعني هو اليوزر عامل لوجن. وهعرف منين؟ هقول له روح على اللوكال ستورج دوت جيت ايتم، هات لي ايتم من هناك اللي اسمه توكن. تمام؟ اليوزر اوثنتيكيتد كان نوت فايند يوزر اوثنتيكيتد نيم. انا كاتبه جوه الكونستراكتور. لا مش عايزه جوه الكونستراكتور، خليه بره كده. اعرف يوزر اوثنتيكيتد بتساوي لوكال ستورج دوت جيت ايتم. تمام؟ مفترض لما يجي اللوكال ستورج لما جيت التوكن ده هيحطه جوه الفاريبل اللي اسمه يوزر اوثنتيكيتد. تمام؟ فاليوزر اوثنتيكيتد حاجه من الاثنين، يا اما شايل جواه دلوقتي التوكن كسترينج لو لقى التوكن، لو لقى الايه؟ لو لقى التوكن، صح ولا ايه؟ او شايل جواه نل لو ما لقاش التوكن. وصلت الفكره؟ يبقى لو شايل قيمه جواه او شايل نل، شايل نل انا عرفت ان هو محتاج يعمل لوجن او ايه او ساين اب. شايل توكن يبقى خلاص المفترض يعمل لوج اوت. ومن خلال الفاريبل ده انا هقدر اشتغل وابدا اشوف الدنيا ماشيه ازاي. فهمنا الفكره بتاعت يوزر اوثنتيكيتد؟ يبقى انا معايا فاريبل، الفاريبل ده موجود في الاب كومبوننت، ودلوقتي انا اقدر اعرف لو هو بيساوي نل هعرف ان اليوزر محتاج يعمل يا ساين اب يا لوجن. لو هو مش نل يعني في داتا، لو في داتا يبقى الراجل المفروض يعمل لوج اوت، ليه حق ان هو يعمل لوج اوت. وخلصنا على كده. خلاص بقى كده اليوزر اوثنتيكيتد ده فاريبل شايل كمان النقطتين دول، وليه كتبته في الاب كومبوننت؟ عشان الاب كومبوننت هي اللي فيها الاب كومبوننت اتش تي ام ال، اللي هي فيها اللينكس او الراوتس او الناف بار بتاعي اللي انا عايز اتحكم فيه دلوقتي، اصدر حاجات واخفى حاجات. وبناء عليه انا محتاج الساين اب واللوجن دول الاثنين دول احطهم جوه ديفاي، اعمل لهم ديفاي هم الاثنين كده،
احطهم جوه دفايه. ليه احطهم جوه دفايه؟ عشان لو الدفايه دي المفروض بتظهر هديها حتى اي دي كده مؤقتا كده هسميها اوثنتيكيتد، ماشي؟ دي دفايه بتظهر في الاوثنتيكيتد، يعني لو هو اوثنتيكيتد، يعني مش لو هو مش اوثنتيكيتد ملوش يوزر نيم وباسورد هعرض له مفترض الدفايه دي. واحنا كنا اخذنا ان جي اف، فاكرين ان جي اف؟ كنا بنسميها في الاتش ام ال، فممكن اشيك لو اف ان دي هيظهر الدفايه دي او ما يظهرش الدفايه دي، كنا بناخدها مع الفاليديشنز، صح؟ اخذناها مع الفاليديشنز، مظبوط؟ يعني يا ريت تجاوبوني لا ايه انا بحس ان انا بكلم نفسي. طيب ولا الانترنت قطع ولا ايه؟ هقول له ايه؟ ان جي اف وابدا احط الكونديشن بتاعي. هقول له ان جي اف ايه؟ هقول له عارف كان في فاريبل اسمه يوزر اوثنتيكيتد احنا عرفناه. نقفل الكلام الكتير ده. في الاب كومبوننت هنا اللي هو ده اخد كابي منه كده. هقول له ايه؟ اف ان اليوزر اوثنتيكيتد، لو اليوزر اوثنتيكيتد بيساوي نل هيجيب لي ترو، لو بيساوي نل هيعرض الدفايه دي. خلصنا. لو ما بيساويش نل المفروض اعرض حاجه ثانيه، بس تعال نجرب دي الاول. تعالى بينا نجرب دي الاول. ايه اللي حصل؟ اليوزر نيم اللوجن والساين اب اختفوا، صح؟ اختفوا اهو. مش موجودين. طب لما اجي اعمل مثلا امسح التوكن كده. هنعمل فيش؟ الساين اب واللوجن ايه؟ موجودين. هو ليه عمل اللوجن على سطر اللي كده؟ ليه عملهم كل واحد على سطر؟ ايه الغباوه دي؟ هتلاقينا ان احنا كنا في الناف، في الدفايه في الناف في اليو ال كانت واخده ستايل ان هم على نفس السطر. في الـ يعني جنب بعض ده في الستايل. اما دلوقتي ما بقاش كده، بقى يو ال ال اي بس بقى في ديف. فالدفايه قطعت كسرت الستايل شيت، فاهمني؟ وبناء عليه بقت ايه؟ بقت بتعمل كل ال اي تحت بعضها اللي هو العادي، كل ال اي تحت ايه؟ تحت بعضها. طب لو انا اديتها الكلاس ده كده مثلا الدفايه، تمام، اديتها بس الكلاس ده عشان يفهم، عشان يتعامل اكنه يو ال، فبيشوف كل ال اي جنب بعضها، الستايل يشتغل، ان يفهم كل ال اي جنب بعضها، لما حطيته جوه ديف اتكسر الايه؟ الكلاس ده، لان الكلاس ده بيشتغل ان ال ايات جنب ورا بعض، يعملهم جنب بعض. فاهمني؟ فانا لما حطيت له كلاس هنا لا خلاص ماشي شغلهم اكنها ناف بار، يعني الديفاي دي اكنها ناف بار عاديه، فحطهم لي جنب بعض. ماشي. اوكي. عملت لوجن. ماشي احمد عمر واحمد عمر وقلت له لوجن. رمى التوكن. تلاحظوا ايه اللي حصل؟ ما عملش حاجه صح؟ المفروض كان عمل، طب يعمل ريفيش كده تمام اشتغل، بس هو بس كان ناقصه انه يعمل ريفيش. هو شغال بس الريفريشنج عنده فيها ايه؟ مشكله. هنشوف لها حل، هنشوف مشكله الحل، لكن المهم ان هو فاهم لما بمسح فاهم بيرجعني كده تمام. عايز اعمل بس ايه؟ إلس يعرض لي دفايه ثانيه فيها كلمه لوج اوت، إلس يعمل لي دفايه ثانيه فيها كلمه ايه؟ لوج اوت. عشان اعملها بس في الان جي اف ليها كده حركه كده ان انا اعمل سيمي كولون تمام عشان يبقى ده الشرط الكونديشن، واعمل إلس زي الافعال عليه إلس، واقول حاجه بس اسمها اوس. لما بقول له حاجه اسمها اوس بقول له دور على الاي دي اللي اسمه اوس، فانا المفروض اعمل ديفاي اسمها ايه؟ ديفاي اسمها اوس. فلما يلاقيها يبدا يعرض تمام؟ فما يبدا يعرض، فلو كانت الاوثنتيكيشن نل هيعرض دول. إلس هيدور على حاجه اسمها اوس. هيدور على حاجه اسمها ايه؟ اوس. هعملها بقى المفروض فين؟ تحت الديفاي. هعملها تحت الايه؟ تحت الديفاي دي. هعمل تحت الديفاي دي حاجه اسمها ان جي داش تمبلت. دي زي بالظبط زي الديفاي كده بس بالانجل ماشي؟
ان جي داش تمبلت، ولازم اديها هاش اوس عشان يشوفها زي فوق، فاهمني؟ واقفل سلاش ان جي داش تمبلت. يبقى كده انا ايه، عشان 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 كده يقدر لو كان اليوزر نل هيشتغل على الديفايس اللي هو فيها، إلس هينادى على حاجه اسمها هوست. فالمفترض الصفحه دي يبقى فيها حاجه اسمها ايه؟ الهاش بتاعها هيبقى كلمه ايه؟ اوش اوس يعني اوثنتيكيت يعني دخل. خلاص كده؟ فانا عملت له التمبلت وسميتها ايه؟ وسميتها اوس علشان يقدر ايه يشوفها. طب ايه اللي انا هعمله فيها؟ انا كل اللي هعمله فيها ال اي زي اللي فوق بالظبط، هي هي بالظبط. هي هي بالملي وكل حاجة، بس مكتوب فيها ايه؟ لوج اوت. مكتوب فيها ايه؟ بس مكتوب فيها ايه؟ لوج اوت. مفهومة ولا ايه؟ الروتر لينك هتروح فين؟ قلت له روح على اللوجن برضه، هتعمل ان اللوجن هي اللي بتعمل لوجن ولوج اوت. ممكن اروح طبعا اعمل كومبوننت جديد اسمه لوج اوت، ممكن اروح اعمل كومبوننت جديد اسمه ايه؟ لوج اوت. بس انا ما عملتش كده، انا قلت له يعني اعتبرها لوجن، اعتبرها ما هي اللوجن هي اللي هتعمل دخول وخروج يعني، فاهمني؟ هعتبر ان اللوجن هي اللي هتعمل دخول وخروج. على العموم وكود جوه، وهكتب كود جواه بقى ان هو لو هي موجوده يعمل لوج اوت، لو هي مش موجوده يعمل لوجن، فاهمني؟ انا اللي هعمل الحركه بتاعت ان هو يعمل لوجن خروج ودخول. لكن على العموم بس هيتغير اسمها كلمه لوج اوت. بينا على نجرب. تعال نعمل ريفريش. قال لازم تعمل لوجن او ساين اب، صح؟ لان مفيش حاجه في التوكن، صح؟ قلت طب لوجن، قال لي اشتغلت ورمالي التوكن، بس طبعا لسه ساين اب واللوجن موجودين، ما عملتش بس ريفريش، هنشوف حل الريفريش. عملت ريفريش، قال لي هوم ولوج اوت، صح كده؟ تمام كده؟ هوم ولوج اوت. المفترض لما ادوس على كلمه لوج اوت هيوديني على مين؟ هيوديني على اللوجن. يعمل ايه؟ بالظبط، لان الخروج بالنسبه لي ان ما يبقاش فيه توكن. الخروج بالنسبه لي ان ما يبقاش ايه؟ في توكن. فلو مسح التوكن ويرجع بيا تاني على الهوم يبقى تمام قوي، صح؟ يبقى تمام جدا. فاقول له ماشي، نرجع كده واخش على اللوجن.